أخبار اليوم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم، نشرة إخبارية يقرأها عليكم محمد عوض. أبدأها بالعناوين. رئيس الوزراء حريص على التعاون مع الشركاء الدوليين في استكشافات البترول والغاز. وزير الداخلية يكرم 137 من أسر شهداء الشرطة والمصابين استشهاد 3 مجندين وإصابة 12 في استهداف حافلة نقل جنود بالشيخ زويد. مصر تؤكد موقفها الثابت من هضبة الجولان وأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. المخابرات الإيطالية داعش تخطط لتفجير شواطئ أوروبا الصيف المقبل. وفاة شيخ الرهبان القمص فانوس. أمن الإسكندرية يستعد لمباراة الأهلي ويانج فراكانز التنزاني. التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء موس هوشين المبعوث الأمريكي الخاص ومنسق شؤون الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك بحضور ستيفن بيكروفت سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة. وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء حرص مصر على استمرار العمل مع كافة الشركاء الدوليين في قطاع استكشافات البترول والغاز، وتطلعها إلى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والأمريكي في قطاع الطاقة وبرامج التدريب. كرم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية 137 من أسر شهداء الشرطة والمصابين بالحفل الذي أقيم اليوم الثلاثاء بمقر مركز احتفالات والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالعباسية. وقام وزير الداخلية بتكريم أسر شهداء الشرطة والمصابين من الأفراد والمجندين والعاملين المدنيين بالوزارة، وتسليمهم الأوسمة التي منحها لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديرا لما قدموه من تضحيات من أجل الوطن. لقي 3 مجندين مصرعهم وأصيب 12 من قوات الأمن المركزي بشمال سيناء في انفجار قذيفة RPG في إحدى سيارات الأمن التي كانوا يستقلونها. وقال مسؤول المركز الإعلامي بوزارة الداخلية إنه أثناء مرور فوج أمني المعين لملاحظة الحالة الأمنية بطريق الشيخ زويد قام مجهول باستهداف إحدى سيارات القوي بقذيفة RPG، وأسفر ذلك عن استشهاد 3 مجندين وإصابة 8 من قوات الأمن المركزية بإصابات مختلفة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العريشي للعلاج. تعقيبا على ما أعلنه رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأخير بشأن نهاية الاحتفاظ بهضبة الجولان السورية المحتلة، أكدت وزارة الخارجية على أن ذلك يمثل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي والشرعيات الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية إن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية التي تم احتلالها من قبل إسرائيل إبان حرب يونيو عام 1967. كشفت المخابرات الإيطالية عن نية تنظيم داعش الإرهابي تنفيذ تفجيرات في الشواطئ الأوروبية الصيف المقبل، وذلك من خلال دفنها لمجموعة كبيرة من المتفجرات في الأغراض العامة الموجودة بهذه الشواطئ مثل السرائر وتحت الشمسيات وفي سترات المنقذين وسيارات ومحلات البائعين الدائمين والمتجولين على هذه الشواطئ. وسيكون أعضاء التنظيم متخفين على هيئة بائعي آيس كريم ومروجي القمصان والملابس على البحر. توفي فجر اليوم الثلاثاء شيخ رهبان دير أنبا بولا بالبحر الأحمر الراهب القمص فانوس عن عمر يناهز 87 عاما داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة بعد صراع مع المرض. واشتهر الراهب فانوس طوال حياته رهبنته بدير الأنبا بولا بالبحر الأحمر بالعفة والقداسة والنسك والتوحد والصلاة بعيدا عن الحياة الجماعية داخل الدير، حتى أطلق عليه لقب شيخ الرهبان. وأخيرا، استعدت مديرية أمن الأسكندرية لاستقبال لقاء الأهلي وضيف فريق يانج أفريكانز التنزانية في إياب دوري 16 لدوري أبطال أفريقيا الذي سيقام مساء غد الأربعاء باستاد الجيش بمدينة برج العرب. بهذا الخبر نكون قد وصلنا معكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم إلى نهاية النشرة الإخبارية. قرأها عليكم محمد عوض. انتظرونا في نشرات إخبارية قادمة. إلى اللقاء.